فقم رتل لنا يا قارئ الرّاء في دين كتاب رب يستجيب. تبقى المعارف للعلا تيجانا، رفعت على هام الزمان لوانا، هي للعلوم منارة وضاءة، صاغت من العقد الفريد جمانا، واليوم ترفل بالبيان بهية نتلو بها الآيات والقرآن. يا قارئ القرآن يا حفاظه طوبى لكم، فتنافسوا إخوانا في دوحة الأنبار. تم لقاؤنا جمعية الآداب كم تهوانا، رتل لترقى كي تفوز بجنة، أطر بها أسماعنا رمضانا. وصلاة ربي ما تنسم مؤمن تلك الرياضة وقبل الأركان، وصلاة ربي ما تنسم مؤمن تلك البقاع وقبل الأركان، للهاشمي وآله وصحابه عد النجوم وما تلاه أذانا، عد النجوم وما تلاه أذانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي ومشاهدي الأكارم في هذه المسابقة الكبرى الأولى تنظيميا وإداريا، والعشرين تسلسلا زمنيا، قارئ الرافدين بمشاركة واسعة لمشاركين شاركوا من محافظات العراق جميعا. نشكر جمعية الآداب الإسلامية فرع محافظة الأنبار، هي التي من أقامت هذه المسابقة الكبرى، ونشكر المشايخ الفضلاء الذين شاركوا معنا في هذه المسابقة، وكذلك الإخوة المتنافسين من محافظات العراق جميعا. حياكم الله وبياكم، وأهلا ومرحبا بكم في أنبار الخير، أنبار المحبة والسلام، وفي مدينة الرمادي تحديدا. مرحبا وأهلا بكم، وفي هذه الحلقة الأولى وهذا اللقاء الطيب المبارك نرحب أجمل ترحيب أيضا بمن هم خلف الشاشات يتابعون وهم مهتمين بهذه المسابقة الكبرى. أولى المتسابقين من محافظة نينوى من قرية نبي الله يونس، إنه المشارك أحمد بن جار الله ابن عبد الرحمن، شاب ضرير ولكن قلبه بصير، حفظ كتاب الله عز وجل من القنوات الفضائية ومن الإذاعات المسموعة والمرئية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، أحمد جار الله عبد الرحمن من محافظة نينوى ومدينة الموصل، حفظت القرآن الكريم من كان عمري 7-8 سنوات. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله عن طريق القنوات الفضائية، المجد السعودية قرآن، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في المملكة العربية السعودية والتي حصلت على المركز الثالث فيها. أشهد أن لا إله إلا الله. والله نتمنى للجميع الفوز، الكل فائز إن شاء الله.
الحمد لله الذي أنزل القرآن، وأصلي وأسلم على نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فعلى بركة الله تعالى نبتدئ مع المتسابق الحافظ الأول أحمد جار الله من الموصل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يسدد خطاه لما يحب ويرضى. يتفضل الشيخ الدكتور ضياء الراوي ليوجه أسئلة المتسابق الأول. تفضل الشيخ ضياء. اقرأ من قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. حسبك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شكر الله للقارئ الشيخ أحمد بن جار الله على هذه التلاوة والقراءة، خير الجزاء إن شاء الله من جوار الله إلى أهله إن شاء الله. فأهل القرآن إنما هم أهل الله وخاصته، فجزاك الله خيرا أيها القارئ. وباختصار قبل المغادرة فقط نطلب من الأستاذ يحيى الصحاف بأقل من دقيقة، كيف تقيم الأداء بشكل عام شيخنا الجليل؟ أحسنت، شكرا جزيلا لك، وشكرا للحافظ لكل القرآن أحمد جار الله. أحمد حقيقة يعني سامع كثيرا، هو من الأصوات الجميلة ومؤدي جيد أيضا، ولكن يجب أن يعلم من قبل اللجنة حقيقة بأن ما مطلوب من الحافظ أن يقرأ بالنسبة للصوت والنغم أن يقرأ يعني ما لا يقل عن 3 مقامات، فكان من الممكن أن يتنقل بطبقات الصوت، يسمعنا جواب، ممكن يسمعنا بعض الزخارف الصوتية، يتنوع في الجمل، يتنوع في القفلات، هذا يضيف له بالمسابقة، يضيف له درجة. موفق، وهو حافظ ما شاء الله متمكن، ونتمنى له التوفيق والتسديد إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا للقارئ الشيخ أحمد بن جار الله. أما المتسابق الثاني فهو من ميسان الخير والمحبة والسلام، من جنوب عراقنا الشامخ والمعطاء إن شاء الله. إنه المتسابق منتظر رعد خالد من ميسان، فليتفضل مشكورا. إن المشارك منتظر رعد خالد من محافظة ميسان، أحفظ كل القرآن الكريم، مشارك في مسابقة القارئ الرافدين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. حفظت القرآن وعمري 19 سنة، حفظت القرآن على يد الأستاذ علي المياحي. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شاركت في مسابقة قارئ الرافدين في محافظة الأنبار. طبعا أتاحت لنا هذه المسابقة المباركة الفرصة الكبيرة لإتقان الحفظ وكذلك إتقان التلاوة ونشر علوم القرآن في ربوع بلدنا الحبيب.
نشكر كل القائمين على هذه المسابقة المباركة ونقول بورك جهودكم وشكر الله سعيكم. يا منتظر، اقرأ الآن من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. حسبك. أحسن. صدق الله العلي العظيم. شكر الله لك يا أيها القارئ يا منتظر، ونسأل الله عز وجل يوم القيامة أن يبدي لميمك ياء وأن يحذف التاء من اسمك لتكون من الناظرين إلى الله جل وعلا. اقرأ إن شئت قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن شاء الله من الناظرين إلى الله عز وجل وفي بحبوحة من بحبوحات الجنة. حتى نستمع إلى رأي اللجنة وتقييم عام مع الدكتور ضياء المرعي. باختصار يا دكتور، بارك كيف الله تقيم فيكم. أداء الشيخ؟ طبعا نشكر للحافظ منتظر رعد من محافظة ميسان، نشكر حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الأداء الطيب. لكن حقيقة كلجنة تحكيمية لابد لها أن تسجل بعض الملاحظات، والملاحظات العامة التي أخذت عليه أنها كانت في أحكام التلاوة حقيقة يعني لم يكن مراعيا دقيقا لبعض المخارج، بعض مخارج الحروف وكذلك لصفاتها. أيضا كان هناك بعض الخلل في عدم التوازن في المدود، أيضا في الغنن، لكن حقيقة هو أعتقد عوض ذلك من خلال تنقلاته النغمية التي أراح بها أسماعنا وجعلنا منصتين له مستمعين لهذه التلاوة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى. اللهم آمين. شكر الله لك يا شيخ، شكرا للدكتور وشكرا للمتسابق منتظر، وحتما سوف يأخذ برأي أساتذته. شكر الله لك يا منتظر. أما المتسابق الثالث فهو من بغداد السلام، بغداد القارئ حافظ إبراهيم وبغداد القارئ عبد المحسن الكاظمي. إنه حسان عبد الصمد محمود من بغداد السلام، فليتفضل للمشاركة مشكورا. المتسابق حسان عبد الصمد محمود، محافظة بغداد، حفظت القرآن
وعمري 16 سنة، والآن عمري 19 سنة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. مسابقة القارئ الرافدين هي فرصة لضبط القرآن وإتقانه، وفرصة للحصول على المراكز الأولى، وفرصة ثمينة للاستعداد للمسابقات الدولية والمحلية. والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. اقرأ من قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حسبك. شكر الله سعيك أيها القارئ الكريم، جزاك الله خير، وإن شاء الله مزمار من مزامير آل داود إن شاء الله. مع الشيخ حمد الصالح وتقييم عام لقراءة الشيخ حسان. الحافظ حسان عبد الصمد، بارك الله فيك على هذه التلاوة، ولكن نرجو المزيد من المراجعة حتى تتمكن في إتقان حفظ القرآن الكريم وتتجاوز عن هذه التلقاءات إن شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للشيخ حسان. ومن بغداد السلام إلى أنبار الخير والمحبة هنا في هذه المدينة الطيبة أهلها، المتسابق أحمد بن عبد الرحمن ابن إبراهيم من الأنبار، مشاركا في حفظ كتاب الله عز وجل، فليتفضل لتلاوته مشكورا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم. الاسم أحمد عبد الرحمن إبراهيم الفهداوي، من تولد 1997، محافظة الأنبار. حفظت القرآن الكريم قبل 4 سنوات. أفي قلوبهم
مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. اللجنة التحكيمية من نصائحهم القيمة وجدنا هذه المسابقة أجواء جميلة جدا وكانت رائعة خدمة لأهل القرآن، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم. اقرأ يا أحمد من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وطيب الله أنفاسك. شكر الله لقارئنا أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم من محافظة أنبار الخير المحبة والسلام على تلاوته خير الجزاء، وإن شاء الله مزمارا من مزامير آل داود، وينادى يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وجميع المشاهدين إن شاء الله مع الأستاذ يحيى الصحاف، باختصار كيف تقيم أداءه وتلاوته يا شيخ؟ شكرا جزيلا لكم وشكرا للحافظ أحمد عبد الرحمن. طبعا نؤكد دائما على مسألة مهمة، يعني عدم القراءة بطبقة صوتية واحدة وتكرار هذه الطبقة في جميع الجمل، يعني من بداية الأداء إلى نهاية الأداء في طبقة صوتية واحدة وبسياق واحد وبأسلوب واحد وبنفس الإحساس وبنفس الروحية وبنفس القفلات، هذا يسوي رتابة في الأداء. ومهما كان الصوت مثلا جميل، المتلقي والمستمع راح يمل، يريد تغيير، يريد تنويع. الصوت فيه درجات، فيه درجات عالية، فيه درجات واطئة، وممكن أن تلون في هذه الدرجات الصوتية وتتنقل في هذه الدرجات الصوتية وتغير من أسلوب الجملة وطريقة أداء الجملة، وأيضا تغير من القفلات والإحساس، التعبير مع كل جملة مع كل آية أنت تعطي التعبير المناسب لهذه الآية، فراح يصير هذا التنوع الجميل، وأيضا المتلقي راح ينشد إلى المؤدي ويستمع منه هذه الآيات الكريمة بأبهى صورة وأجلى صورة. أتمنى لأحمد التوفيق وإن شاء الله يأخذ في هذه الملاحظة المهمة، لأن هذه كانت الملاحظة الأهم في أدائك في هذه المسابقة. شكرا جزيلا.
نتمنى لك التوفيق، وحتما إن شاء الله سوف يأخذ باللجنة. شكرا للقارئ أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم. لازلنا متواصلين معكم في حفظ كتاب الله عز وجل، والآن مع المتسابق من محافظة دهوك الشيخ فرهاد يونس حسن، فليتفضل مشكورا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فرهاد يونس حسن، محافظة دهوك في أقليم كردستان العراق. سنة 1999 حفظت كل القرآن على يد الشيخ زيرك وأستاذ فاروق وأستاذ سعيد كوتشر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها بينما كيش برجدار مسابقة كوش كردستان بين جلك أو باشا يا مونتازا يا بريكوبيك يا دس خوشيل في جهة هاي بربس كان كو باشا ورجت خو كي نايك وبخير هادنا ميفانات كاتنو خدي خير ومعزين كاتو رب العالمين جزاه والدين والدنيا بدأت رب العالمين هو هم يبدأ في الدوس إن شاء الله. اقرأ من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم شر لكم بل هو خير لكم. حسبك، بارك الله. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا يا شيخ فرهاد، وحياك الله مرة أخرى من إقليم كردستان هنا في محافظة الأنبار وفي مدينة الرمادي. نستمع إلى الشيخ عبد الخالق، هو من كردستان أيضا. كيف تقيم أداء الشيخ؟ كان كلش جيد، قراءة جيدة. نعم، ما شاء الله. الشيخ حمد الصالح، يعني ما شاء الله بالتوفيق إن شاء الله، بس يراد استمرار بالمراجعة. نعم، حتى يتخطى هاي التلكؤات والأخطاء. ما شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. أحسب أن الشيخ فرهاد له لسان حال يقول: يا رب أنا مذنب، أنا خاطئ، أنا عاصي. هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبن أوصافه أوصافي. شكرا للشيخ فرهاد يونس من دهوك المحبة والسلام ومن نسائم إقليم كردستان، حياه الله. م-
متواصلين معكم في هذه المسابقة القرآنية الكبرى، والتي حتما سوف تشاهدون وتحظون فيها بالمفاجآت تلو المفاجآت. لنحلق من محافظة دهوك إلى محافظة صلاح الدين، إلى مدينة سامراء، مدينة الإمامين ومدينة الخطيب والمدرسة الدينية الكبرى، لنستمع إلى القارئ الشيخ أحمد حاتم أحمد من سامراء، فليتفضل إلى المنصة مشكورا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم. أحمد حاتم أحمد عباس السامرائي، محافظة صلاح الدين مدينة سامراء، 18 سنة لما حفظت القرآن الكريم كاملا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والله المشاركة هي في حد ذاتها شرف وفوز، والحمد لله رب العالمين، من شرفنا أن التقينا بهذه الوجوه المنيرة وبأهل القرآن العظيم من جميع أنحاء هذا البلد، بلد القراء العراق العظيم. والشكر موصول للقائمين على تنظيم هذه المسابقة، جمعية الآداب الإسلامية وكذلك كلية المعارف، متمثلة بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق السعدي حفظه الله وكل القائمين على ذلك. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير. اقرأ من قول الله تعالى: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. أعد ويوم نحشرهم جميعا. أعد يا شيخ أحمد. ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وطيب الله أنفاسك على هذه التلاوة المباركة. الله يبارك فيك. أحسنت. شكر الله للقارئ الشيخ
أحمد بن حاتم على تلاوته خير الجزاء، هو إمام وخطيب. ما شاء الله تلاوة طيبة من الدكتور أحمد، لكن هناك ملحوظة في قضية الحفظ، ضروري تراعي المتشابهات، لأنك قد أخفقت في هذه الآية التي من سورة يونس، فيراد أن تراجع أكثر فأكثر. الشيء الثاني في الأحكام التلاوة هي قضية الإخفاء الشفوي، أيضا يراد يعني منك شوية مراجعة، وجزاك الله خيرا. جزاكم الله خير، وجزا الله الشيخ أيضا خيرا، وحتما سيأخذ بنصائح ووصية اللجنة. شكرا يا شيخ، شكرا جزيلا. الحقيقة أيها المشاهدين الكرام، ما تبقى من وقت البرنامج ووقت هذه الحلقة سوف يكون من نصيب من محافظة البصرة، والشيخ سيف مصطفى لطيف فليتفضل ليسمعنا ما يتلو من آيات الله تبارك وتعالى مشكورا. سيف مصطفى لطيف، صف الثالث متوسط، من محافظة البصرة. حفظت القرآن على يد الأستاذ حمزة صباح جاسم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حفظ القرآن ما أثر على دراستي، بالعكس أصلاً هو القرآن ساعدني ووفقني أكثر بالدراسة، وأنا يعني مسوي برنامج أنه أقرأ مثلاً ساعة منظم الدراسة وساعة للقرآن. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. السلام عليكم. أهلا وسهلا بأهل البصرة، حياك الله. اقرأ من قوله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. حسبك، ما شاء الله عليك يا سيف، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. ما شاء الله يا سيف، لله درك. لا أدري إن كنت أصغر المتسابقين سنا أم لا، ولكنك أخذتنا إلى المدرسة البصرية بحق.
أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، وهاي نورانية القرآن مبينة واضحة إن شاء الله. ما شاء الله. بركات القرآن. طبعاً قرب 3 مقامات وكان من الممكن أن يقدم أفضل، لكن ما أعرفك استعجال وهذا ما خلى عنده حتى ارتكاز على النغم. أستاذ يحيى. شكراً جزيلاً لكم، وشكراً لسيف على ما قدمه من أداء جميل، ولكن موضوع الإيقاع مهم جداً في التلاوة وفي الأداء، الحفاظ على الإيقاع، السرعة والبطء في الأداء هذا مهم، لأن هذا يسوي خلل في الاتزان التلاوة. فما يعطي متانة للأداء واتزان للأداء المحافظة على الإيقاع، تأخذ إيقاع ثابت رتم واحد وتستمر في أدائك، أما بطيء أو سريع إلا في بعض المواضع التعبيرية التصويرية ممكن، وما تسوي خلل في الأداء هذا ممكن، لأن صار عندك بعض الآيات القرآنية قرأتها بشكل سريع، أعتقد يعني حفاظا على حفظه واستمراريته في الأداء، ولكن لا يخلي أثر على جمالية الأداء بصورة عامة. هذا جانب. جانب الآخر، أنت عندك إمكانية ولكن موظف أغلب جهدك على الحفظ، هذا شيء جيد، ولكن ممكن أن توظف صوتك والأنغام الجميلة مع هذا الحفظ، تكون تلاوتك ما شاء الله تلاوة رائعة ومسموعة ومقبولة. أحسنت كثيرا وربي وفقك. إذن خذ برأي اللجنة يا سيف، وحتما سوف تحلق إلى أعالي التلاوات والقراءات إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. وأنتم أيها المشاهدون الأكارم، الشكر موصول لكم لحسن الاستماع والإصغاء، ولعلنا وإياكم يشملنا قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حتى نلتقي وإياكم في حلقة أخرى وبرنامجكم قارئ الرافدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.